رحبت الخارجية الفلسطينية بقيام تشيلي والمكسيك بإحالة جرائم إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية. وأعربت الخارجية عن موقفها المنتسق مع تشيلي والمكسيك في تذكير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته في كشف الحقيقة وضمان إجراء تحقيق فعال وإنجازه في أسرع وقت ممكن، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بولايتها تجاه ضحايا الشعب الفلسطيني.